منذ عصور، والكلمة هي التي غيرت التاريخ وبنت الأمم. اكتسحت الكلمة الحق الصادقة، الكلمات الزائفة والمدلسة والتي تقال وتكتب إرضاء للسلطان. وبما أن مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة، كان لكلمة المقدمة والمشرفة على برنامج للقصة بقية على قناة الجزيرة المذيعة فيروز زياني تأثيراً كبيراً على المتابعين الذين تناقلوا مقطع الفيديو في السوشيال ميديا، فحقق انتشاراً واسعاً. وأضاءت فيروز بكلماتها الدنيا عندما وصفت صمود الشعب الفلسطيني في غزة، علماً إن تلك المقدمة المكتوبة كانت قبل عامين، لكنه وصف ما يجري الآن في غزة بدقة عالية، وكأن الزمن توقف حينها ليصوغ الأحداث مجدداً. وإنما النصر مع الصبر، وما النصر إلا صبر ساعة، قال حكيم. وصبر الفلسطينيين لا يعد بالساعات ولا الأيام ولا حتى بضع سنين. صبرهم تجاوز 70 حولاً مما تعدون. صبروا فانتصروا، أما الجمع فهزموا وولوا الدبر محبطين. وللتنفيس عن إحباطهم قصفوا الأبراج على رؤوس الآمنين. هوت الأبراج وعلت همم الغزيين، ومعهم كل فلسطين. فقد انتصرت غزة للقدس والأقصى واللد وحي الشيخ جراح والضفة، انتصرت لكل فلسطين، وانتصرت فلسطين على المحتل وجمهور المطبعين. كان لابد للبرج أن ينهار، وللطفل أن يستشهد، وللعروس أن تزف في كفن أبيض، ليستيقظ ضمير من بقي من أحرار. انهار البرج يا وائل، ولا بأس أن ينهار في غزة برج وحي وكل المدينة. فغزة في كل مرة تعمر بسواعد الرجال، بينما تنجب النساء الشهداء. وكان حنقاء تخرج من بين الرماد، يعود نبض الحياة إليها رويدا رويدا. يتكاتف أبناؤها لإعادة البهاء إليها، وإزالة آثار الدمار عن مختلف مناطقها وشوارعها. يحركهم الحماس والعزيمة التي دفعتهم إلى الصمود في مواجهة قصف إسرائيلي شرس على مدى 11 يوماً. تحملوا معه معاناة لا يمكن تخيلها، كما وصفتها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المناطق الفلسطينية. تقارير رسمية تشير إلى استشهاد أكثر من 270 فلسطينياً وإصابة آلاف في الضفة والقدس وغزة، كما وأبيدت أسر بكاملها في غزة. لكن إصرار أهالي القطاع على البقاء وإعادة البناء لم يهتز، ومن بين رماد وأنقاض المباني المدمرة خرج الفلسطيني رافعاً علامة النصر. الإعلاميون يتركون أثراً طيباً وكبيراً من خلال متابعة مجريات الأحداث في غزة، من خلال المراسلين الميدانيين وتواجدهم في البرامج أيضاً في الاستوديوهات. تبقى لتلك الكلمات تأثيراً كبيراً يحرك المشاعر والقلوب تجاه القضية الفلسطينية وما يحصل الآن في غزة وما يتعرضون له. فكان مقطع الفيديو المتداول والذي شاهدناه الآن قبل قليل على قدر عال من التأثير والوصول إلى أبعد مدى، وأحدث كماً كبيراً من ردود الأفعال والآراء والتغريدات والتعليقات المكتوبة على منصات السوشيال ميديا. اخترنا لكم منها ما سيظهر الآن على الشاشة، وبالتأكيد سنقرأها لكم. نبدأ من تعليق كتبه الجزائري. كلام بالصميم من بنت الجزائر. إنما النصر مع الصبر، وما النصر إلا صبر ساعة، وصبر الفلسطينيين لا يعد بالساعات ولا الأيام ولا حتى بضع سنين. صبرهم تجاوز 70 حولا مما تعدون. صبروا فانتصروا. تعليق آخر من بيومي يقول: فيروز زياني هذه الرائعة المثقفة فصاحبة الفكر والرؤية، أعيد دائما الاستماع لها في زمن نادر فيه أن تصبر على مذيع أو مذيعة دقيقة واحدة من السطحية والسخف. لها مني تحية تقدير واحترام. أيضا هناك مداخلة من أبو مصعب المرادي: هذه فيروز زياني من عقل نساء العالم، تعتبر رزينة جدا، ومتابعتها ومشاهدتها تبعد كل الملل. أيضا هناك مداخلة من محمد الكباريتي: إن شاء الله وبعونه ستنتصر غزة وينتصر أحرار الأمة العربية والإسلامية، ولا عزاء للمتخاذلين والمرتجفين.
زهرة فلسطين أيضا تعلق فتقول في تعليقها: يا الله، عجل عبادك المؤمنين الصادقين بالنصر والفتح المبين، تحرير أهل فلسطين كباقي شعوب العالم يا الله. أيضا هناك مداخلة من نايف الضبيبي: وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل.